اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. الفيديو بتاع النهاردة هنعمل طريقة مختلفة قوي لزينة رمضان، شكلها شيك جدا. هنعمل برواز خشب بس هنحط فيه كذا فانوس وهنحط فيه هلال ونجمة. فكل اللي احنا هنحتاجه هنجيب قطعة خشب زي دي كده رفيعة. انا القطعة دي كانت عندي شماعة متبطنة، خلعت التبطين بتاع الشماعة، كانت معايا قطعة الخشب دي، ممكن تجيبيها من عند النجار او محلات الخيوط. القطعة دي مقاس 45 سنتي. وهجيب برضو النجوم دي والهلال، كنت عاملاهم في فيديو قبل كده على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. على حسب بقى العدد اللي انت عاوزاه، وممكن تكبري حجم قطعة الخشب عن كده على حسب برضو الديكور اللي انت عاوزاه. والفوانيس دي هعلقهم في قطعة الخشب اللي هي هنا مع النجوم والهلال دي. هعلق فانوسين، الفوانيس برضو دي كنت عاملاها في فيديو قبل كده على القناة، طريقتها سهلة وبسيطة. الكوستر ده احنا قلنا بيتباع في محلات الخيوط، انتي بتروحي تدي الراجل الصورة فبيتباع لك الصورة على الكوستر اللي انتي عاوزاه. الكوستر ده مقاس 15، في مقاس 10 وفي مقاس 20 وفي مقاس 25 على حسب المقاس اللي انتي عاوزاه. وطريقة الشغل حوالين الكوستر سهلة جدا، طريقة شغل الفانوس هسيب لكم لينك الفانوس في صندوق الوصف. وهنجيب خيط مكرمية، نفس الخيط اللي اشتغلت منه الهلال، ممكن تشتغلي بخيط مكرمية مصري او خيط مكرمية مستورد على حسب المتوفر عندك او على حسب اللي انت عايزة تشتريه. هنبتدي شغل مع بعض. هجيب طرف الخيط الستان ده هعمله بولاعة علشان ما يكرش معايا بالشكل ده كده، وهحتاج مسدس شمع. هجيب هنا طرف الخشب اللي عندي هحط عليها شمع من هنا بالشكل ده كده، وهجيب الخيط هحط طرف الخيط على الشمع اللي انا حطيته. وهلف بالشكل ده كده، وبرده هقعد الف بالخيط كده، وكل شوية يعني مش هحط شمع كل الخيط، يعني هقعد الف بالخيط شوية وبعد كده احط شمع يثبت الخيط. بفضل الف في الخيط وبكل شوية خيط بحط شمع يثبت بس الخيط في النص، وافضل ماشية بنفس الطريقة كده ان انا بقعد الف بالخيط حوالين الخشبة. طريقة سهلة وبسيطة، وبكل شوية خيط زي ما اتفقنا بنحط شمع. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بطن الخشبة كلها من خيط الستان وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وغطيت الخشبة كلها بشريط الستان، وصلت للطرف وقصيت الخيط بالولاعة، يكون معايا بالشكل ده كده. طبعا لو انت مش عايزة تغلفيها بخيوط الستان ممكن بخيوط المكرمية، ممكن تغلفيها بشريط ستان، في شريط ستان بيبقى رفيع وشريط ستان تخين، ممكن تعمليها بيها لو مش حابة تعمليها بالخيط، بس الخيط بيدي شكل اشيك. دلوقتي هنبتدي نركب الفوانيس ونشوف هنشبك ازاي النجوم والهلال في قطعة الخشب دي. دلوقتي هنعمل العلاقات في الخشبة اللي احنا هنعلق فيها الفانوس والنجوم وكده. هنجيب طرف الخيط، ممكن تستخدمي نفس اللون او ممكن تستخدمي لون تاني، انا هستخدم لون تاني. هجيب الظهر ده، الظهر بتاع الخشبة هحط عليه شمع،
بس برضو ما يفضلش يكون شمع كتير علشان الخيط ما يعملش شكل من ورا. هلف كذا لفة هثبتهم جامد. الشكل ده كده وبرضه هحط شمع قليل عشان تثبت بس ما تفكش مني بعد كده. دلوقتي هبتدي اعمل العليقة اللي انا هحط فيها الفوانيس من تحت. انا كده خلصت لفة اهو، لفيت شوية خيط هنا اهو، هاجي من ورا اثبت الخيط الشكل ده كده. دي وش الخشبة معايا من قدام، على حسب بقى حجم العليقة اللي انا عايزة اعملها للفانوس، كبيرة صغيرة. هجيبها كده وهعدي الخيط من تحت. انا هكتفي انها تكون بالحجم ده كده. انا عديت الخيط اهو من تحت الخشبة. هجيب احط برضو هنا شمع هلزق عليه الخيطة بالشكل ده كده، وبرضو هلف عدد اللفات اللي انا لفتها هنا. برضو هحط شمع عشان تثبت اكتر. انا عايزه هنا اشتغل التعليقات تكون بسيطه، انا كنت ممكن اشتغلها بغرز السلاسل بس انا حبيت تكون بسيطه علشان برضو اللي ما بيعرفش يشتغل كروشيه ممكن يعمل اشكال تانية ويعلقها. ممكن بتعمل بالفوم، ممكن تعملي الهلال والنجمه بالفوم والفانوس وتعلقيهم، يدوا شكله برضو جميل لو انتي ما بتعرفيش تعملي كروشيه. وبدل الخيط ده تلزقي ستان عادي. انا بس بثبت الخيط ده اكتر علشان الخيط ده هو اللي هعلق فيه الفوانيس، فعلشان ما يفكش معايا. يبقى زي كده اول علاقة للفانوس. انتي ممكن تعملي في الخشبة فانوس واحد برضو تخليه في النص وتشتغلي حوالين النجوم بالخيط. كده اهو انا ثبتت الخيط هنا. دلوقتي هنبتدي نعمل العلاقة نفسها اللي هي بتاع اللي هتتعلق في الحيطة، اللي هي هتتعلق في المسمار بتاع الحيطة دي. كده علاقة اول فانوس برضو هنوسطنها، نخليها بنفس الطريقة هنا تحت الخشبة. وهنحاول برضو نعمل نفس المسافة اللي احنا عملناها هنا، هنجيب عليها الخيط هنا هنا بالشكل ده كده.
تبقى معانا انا اول طرف خيط لتعليقة الفانوس التاني. هجيب شمع برد احطه هنا تحت وعلق عليه الخيطة هنا كده. هشتغل بنفس الطريقة ان انا هشتغل الوليقة التانية بتاعت الفانوس التاني. هلف الخيط برضو زي ما لفيت هنا بالظبط. ونفس عدد اللفات اللي لفيتها هنا هلفها هنا. وهجيب برضو اهي كده خلصت. هعمل نفس الحجم اللي انا عملته هنا. لو انت حابه يكون فانوس عالي وفانوس واطي او نفس الحجم، هكمل لزق زي ما لزقت هنا وارجع لكم تاني اوريكم هنعلق الفوانيس ازاي. وشبك الفانوس في اول دلايق اهي بالشكل ده كده. هنشبك الفانوس التاني مع بعض. انا كنت في الفيديو بتاع الفانوس مكمله الحلقه اللي هي بتاعت اللي انا هعلقه فيها على الحيطه، انما انا هشبكه في الخشبه. فهقلل السلاسل، هقسم نص السلاسل هنا ونص السلاسل لما اشبكه هنا. فهوريها لكم دلوقتي زي ما عملت هنا بالظبط كده. فهوريها لكم اهو، انا هفك السلاسل وهجيب ابره الكروشيه. انا كده وصلت للبوزه من غير ما انا عم اشتغل الوليقه. هرتفع السلسله، المفروض اجي اعمل البتاع في النص. فهلف الشغل وهدخل هنا في الغرزة دي، هي غرزة واحدة اصلا هشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل ثلاثة سلسلة. لو انت حابة تكبري العليقة عن كده انا اكتفيت بيها انها تكون بالحجم ده. وهاجي هنا بعد ما ارتفعت الثلاثة سلسلة هشيل الابرة من الخيط وهدخل هنا في الحلقة اللي انا عاملاها للفانوس في الخشبة. هسحب الخيط منها وهكمل ارتفاع التلاتة السلسلة اللي باقيين وهدخل في نفس المكان واشتغل فيه غرزة منزلقة اللي هو اللي انا عملت منه المنزلقة وارتفعت السلسلة. فهتكون معايا اهي بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع غرزة سلسلة وهرتفع بالخيط. غرزة السلسلة دي تثبيت للشغل، هتكون معايا بالشكل ده كده. كده انا علقت الفوانيس. هدخل الخيط الزيادة من ورا في ظهر الشغل والسعه بالولاعة وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه في الهلال والنجم. خلصت وبقت معايا بالشكل كده. كده الفانوسين اتعلقوا معايا في الحلقتين. دلوقتي هنجيب النجوم والهلال. انا كنت هعمل حبل في النص اعلق فيه النجوم والهلال بالشكل ده كده، بس لقيت المساحه على قد الفانوسين فهتبقى شغل كتير وزحمه. فانا هكتفي ان انا هلزق الهلال والنجمه فوق هنا، هنلزقهم بالشكل ده كده. فهجيب مسدس الشمع، انا هلزق الهلال والنجم هنا بالشكل ده كده وهحط شمع هنا.
عايزة النجمة جنبه هنا. بالشكل ده كده كده خلصنا. انا هكتفي بالتزيين ده. لو انت حابه تكتري عن كده بتحطي نجوم هنا وهلال، بس انا شايفه ان الشكل هيكون كتير، فانا هكتفي بالشكل ده كده. كده دي تكون فكرتنا خلصت عن فيديو النهارده. هعلقها على الحيطه واصورها لكم واحطها لكم في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.